ورحمة الله وبركاته، قصص تتغير حياتك إلى كل من يقول أنا أتعس واحد في الدنيا. أم لشاب طيب القلب حنون على أمه، كان يراعيها ويحبها حبا شديدا، وهي كذلك تخاف عليه من عيون الناس، وكانت تخاف عليه من الحسد. الابن الطيب المؤدب المحترم عمره ما زعل والدته، وكان مكافحا ومجتهد عمله يريد الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه الله وهو رايح عمله. وسبب وفاته أنه رايح يعمل في القاهرة بعد حصوله من دراسته، وكان من هواياته المفضلة صنارة. كان يطلب من الدنيا صنارة سمك يصطاد بها في سفره لكي يتحمل الصبر، وكان فرحان بالصنارة فرحة كبيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ففي يوم، وكان يوم الأحد، ذهب بالصنارة إلى البحر لكي يصطاد، ويريد السميع العليم أنه يقع في البحر ويغرق. هنا أبكت الأم بشدة وقالت الحمد لله رب العالمين، ودعت الدعاء وقالت يا رب أنا حمدتك وشكرتك، يا رب طلعه لي من البحر سليم، يا رب أنا في مكان وهو في مكان، أنت أخذته وأنا رديت بما قسمته لي في الدنيا، يا رب أشوفه يا رب بحق من كان حامله وهو مصحفه ومصليته معه في سفره. يا رب كان يساعد الناس، وكان يساعد الكفيف يوصله لغاية بيته، أجبر خاطري وأشوفه وهو طالع سليم من البحر. يريد الله العلي العظيم أن يستجاب للأم المسكينة، للأم الطيبة، وأنها تحمد الله لأن الله استجاب دعاها. وتشوفه ويجي وتشوفه وهو يتغسل وهو ضاحكا وهو شباب لم يتزوج. والمفاجأة العظيمة اللي ربنا صبر أمه لما سمعت المفاجأة، وهي تسجيل بصوته يقول فيه قبل وفاته بأيام لصاحب العمل، يقول أمانة يا أمي ما تزعلي ولا تبكي، وبقول لها وحياة المرسي أبو العباس لهنعزم كل الناس. لا إله إلا الله. سمعت الأم الكلام وحمدت الله ورضيت بما قسم الله لها. أرجو من كل من يسمعني يحمد الله على اللي هو فيه، يحمد الله على اللي هو فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا لقاء آخر إن شاء الله معكم أم الصابرين للأدعية وتفسير الأحلام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.